في تجربه ساره ولورا عملتوها انتوا، اخذتوا المعنى، معنى فكره التوائم ما بين الاغاني الدينيه الاسلاميه والمسيحيه، فكره انه الله واحد وكل واحد بيبتهل او بيتقرب لربنا بشكل مختلف. خدت جزء من اغنيه مدد ودمجتوها مع بعض الترانيم، مظبوط؟ مظبوط. تقدر تشرحوا لنا اكتر قبل ما تعزفوا عشان نبقى مؤهلين لسماع المقطوعه دي لاول مره بتتعرض في التلفزيون؟ احنا كنا عايزين نعيد على كل مصر في عيدين جايين كبار، واحنا كنا عايزين نجمع القطع مدد يا رسول الله مع ترنيمه في الكنيسه اجيوس ونحطهم مع بعض باللوب ستيشن، نلعبهم فوق بعض ونعمل صوت كورال كده بس من الكمانجا والتشيلو. كمانجا وتشيلو بيعيدوا على كل الناس مسلمين ومسيحيين. كل سنه وانتم طيبين.